نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفي. ينضم إلينا الآن من رام الله مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات هاني المصري، وأيضا ينضم إلينا من نيويورك الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية جوناثان جيليام. أهلا بكما. دعني أبدأ معك سيد هاني بقراءة في مخرجات جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حتى اللحظة، وما سيحمله إلى إسرائيل اليوم. صباح الخير. أعتقد أن بلينكين يحمل عدة ملفات. الملف الأول والأهم هو منع امتداد الحرب إلى جبهات أخرى، خاصة في ظل التصعيد الذي شهدته الجبهة اللبنانية في الأيام الأخيرة بعد اغتيال صالح العاروري، حيث التزم حزب الله بأن يرد ردا قويا، وقام بالفعل برد بقصف قاعدة جوية إسرائيلية ب 62 صاروخ، وقال أن هذا هو الرد الأولي، في نفس الوقت الذي تمارس فيه الحكومة الإسرائيلية استعداد كبير للتصعيد من خلال التصريحات ومن خلال الاستعدادات ومن خلال الظهور بأنها تريد أن توجه ضربة استباقية، ولكن ما يمنعها الإدارة الأمريكية. إذن الموضوع الرئيسي في هذه الجولة هو منع التصعيد، سواء في الجبهة يعني اللبنانية أو على صعيد البحر الأحمر، حيث تتواصل الجهود الأمريكية في محاولة لحشد تحالف دولي من شأنه أن يردع الحوثيين، ولكن هذا يصطدم يعني بأن الحوثيين مصرون على مواصلة التزامهم بضرب أي باخرة تصل إلى إسرائيل أو باخرة إسرائيلية، وهذا يعقد الموقف ويجعل التصعيد سيد الموقف. أيضا حزب الله رفض الجهود الأمريكية والأوروبية التي تقضي بأن يبدأ بالبحث في مسألة التوصل إلى حل دبلوماسي قبل وقف الحرب على قطاع غزة. إذن أمامه في هذا الملف الكبير عقبة كبرى، عدا عن أن هناك مأخذ أكبر على بلينكين وعلى السياسة الأمريكية التي هي لا تريد امتداد يعني الحرب إلى جبهات أخرى، ولكنها تغض النظر عن استمرار المجازر وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على يعني الجبهة الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة. كل ما تطالب به الإدارة الأمريكية في هذا المجال هو تخفيف يعني أعداد القتلى، تخفيف المعاناة الإنسانية والتوصل إلى هدن، وهذا شيء غريب عجيب يجب أن تراجعه الإدارة الأمريكية وتتخذ موقفا آخر. الملف الثاني الذي تحاول يعني الإدارة الأمريكية أن تتصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية هو موضوع التصعيد في الضفة الغربية، حيث هناك تصعيد كبير في كل يوم يقع عديد من الشهداء بمبادرة من قوات الاحتلال أو من قطعان المستوطنين، ويتم يعني على سبيل المثال بالأمس تم قتل 4 أشقاء يعني كانوا هم يجلسون مع أصدقائهم يتسامرون في الليل ولا يقومون بأي عمل، لا مقاوم أو غير مقاوم، وفي نفس اليوم هناك شقيقين آخرين تم قتلهم، وبالأمس تم قتل زوج وزوجته وابنته. إذن إسرائيل تواصل عمليات القتل في محاولة لاستغلال يعني ما يجري في قطاع غزة لتهيئة الظروف لتنفيذ برنامج الضم في الضفة الغربية. فيحاول بلينكين أن يقنع الحكومة الإسرائيلية أن تخفف يعني التصعيد في هذا الموضوع. أيضا هناك ملف يعني ثالث هو ملف اليوم التالي للحرب، ولكن نتنياهو يؤجل بحث هذا الموضوع المرة تلو المرة، للمرة الخامسة بالأمس لم يتم بحثه، لأنه لا يريد أن يلتزم بأي أهداف في اليوم التالي، لأن هناك خلاف كبير داخل حكومته وبين حكومته وبين غانتس وغير ذلك من الأحزاب داخل الحكومة وخارجها، حيث هناك من الحكومة من يطالب بضم قطاع غزة وإعادة الاستيطان فيه وطرد الفلسطينيين، وهناك من يعتبر أن هذه المواقف طيب غير عقلانية ويمكن أن تؤدي إلى أضرار كبيرة في إسرائيل، خصوصا بعد رفع دعوى يعني من جنوب إفريقيا في محكمة العدل العليا ضد إسرائيل، والذي يمكن أن يكون له تأثير كبير إذا صدر قرار يقضي بأن هناك حرب إبادة وبالتالي يطالب إسرائيل بوقف الحرب. طيب سيد جوناثان، ها هو يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة في جولة هي الرابعة له منذ اندلاع القتال في قطاع غزة، الجولة الأطول. تطورات عدة طرأت على المنطقة منذ جولته الأخيرة، إلى أي مدى أيضا تغيرت هنا الأهداف التي سيحملها وزير الخارجية بلينكين في هذه الزيارة، ورؤية واشنطن وطريقة التعامل للوصول ولتحقيق هذه الأهداف أيضا؟
أعتقد بأننا ما نراه الآن بأننا قد وصلنا إلى نقطة في هذه الحرب التي نراها إسرائيل بين إسرائيل وحماس، وأيضا حزب الله بأنهم قد وصلوا إلى هذه النقطة بأن إسرائيل قد قامت باستهداف الأهداف بطريقة استراتيجية وأيضا بطريقة أكثر دقة، لأننا ما نراه الآن لا يحدث ما كنا نراه في السابق. نحن لا نعلم خطوة بخطوة ما الذي يحدث في كل يوم في هذه المعركة، بيد أنني أعتقد بأننا إذا نظرنا إلى هذا التقدم، إسرائيل قامت بتقليل وطأة هذه الحرب وقامت بالاستهداف الأكثر دقة، وأيضا تقوم باستهداف حماس بطريقة أكثر دقة. وبينما ننظر إلى هذا المشهد والطريقة أيضا التي تقوم حماس وتقوم ويقوم حزب الله بالرد بشأنها والقوات الإيرانية، ربما يمكن أن يكون ذلك مختلف. إيران تدعم هذه الجماعات ماديا وعسكريا وتقوم بإمدادهم بالأسلحة، وبينما ننظر إلى هذا المشهد والهجمات التي يشنها كل من حزب الله وحماس منذ البدء، نحن نرى بأن الأشياء هي ليست بوتيرة متسارعة، لأن حزب الله وحماس هو ليس لديهما القدرة على الاستمرار في ذلك. وبينما ننظر إلى بلينكن، أنا لا أعلم ما الذي يمكن أن تكون تفكر فيه الإدارة الأمريكية، أو ما هي الخطوة القادمة التي سوف تأخذها هذه الإدارة وهذه الحكومة. بينما أيضا وزير الدفاع كان لديه العديد من المبادرات، وهذه الأشياء كلها يمكن أن تقوم بتغيير الرسائل التي سوف يحملها إلى إسرائيل. بيد أنني أيضا أعتقد بأننا ما نراه الآن في هذا المناخ حول المنطقة هو يتصاعد ولا تقل وطأته، ولكن هناك الذين يحتجون ويقومون بوضع الضغط السياسي، لأن هناك الوقت الذي مضى والطاقة التي نفذت. وكذلك نحن نرى بأن المشهد يتغير، وبمثل هذا الشكل أعتقد بأن هذه المشاكل وما يحدث أيضا وما الذي يمكن أن يؤثر بطبيعة الحال على بلينكن هو شيء متعلق بأشياء سياسية، وكل ما يقومون به سوف يقوم من خلال العمل على المستقبل السياسي. وأعتقد بأن الضغط على بلينكن هو ليس بمثل وطأته في السابق في بداية ديسمبر وفي نهاية نوفمبر. وبمثل هذا الشكل أعتقد بأن إسرائيل هي من تقوم بالعمل بنفسها، وواقع بأن إسرائيل سوف تستمر في ذلك. وأعتقد بأن أيضا الضغط السياسي تقل وطأته. سيد جوناثان، اسمح لي على المقاطعة هنا فقط. يبدو بأن هناك قلق اليوم من قبل واشنطن بشأن اتساع نطاق القتال وما يحدث الآن. من يتابع المشهد تحديدا، كنا نتحدث عن جبهة حزب الله، يقولون بأن حزب الله اليوم غير معني بالتصعيد، حتى أن واشنطن بوست قال بأن حزب الله لم يظهر مؤشرات على نواياه للتصعيد ومنفتح على التفاوض أو تفاوض عفوا. ألا يكمن هنا مفتاح التصعيد من عدمه اليوم، بمعنى أن الكرة حتى بيد أو بملعب الجانب الإسرائيلي، أو حتى بيد رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو تحديدا؟ لأنه حتى كان هناك تعليق من بني غانتس على منصة إكس يقول بأن إسرائيل مهتمة بالتوصل لحل دبلوماسي، لكن إذا لم يتم التوصل إلى حل فإن الجيش الإسرائيلي سيعمل على إزالة التصعيد، عفوا التهديد.
أعتقد بأن الكرة لطالما كانت في ملعب إسرائيل منذ الهجوم الذي حدث من إسرائيل، وبالوتيرة التي تعمل بها إسرائيل ويقوم نتنياهو بالعمل على ذلك، وهذا هو الواقع الذي يحدد أين سوف يذهبون. وأيضا الآن الكرة في ملعب إسرائيل، وكيف يمكنهم أن يعملوا على ذلك، كيف يمكنهم التعامل مع جميع هذه الهجمات، هل سوف يستمرون مع حزب الله أم مع حماس؟ وإسرائيل لطالما كانت لديها هذه القدرة، وأيضا في إيجاد المواقع الخاصة بالأنفاق، وأيضا إقصاء قدرة حماس على المواصلة في هذه الحرب. وما نراه من إدارات بايدن أيضا والقادة الآخرين، ما يهمهم كيف يمكن أن يستمر ذلك، وإلى متى سوف يستمر ذلك، وأيضا هذه التهديدات التي يمكن أن تأتي من خلال الدول في المنطقة من خلال اتساع رقعة الصراع. ولكنني لا أرى بأن إسرائيل هي سوف تستمر في الاستمرار مع حزب الله والعمل على التصعيد مع حزب الله، وهذا ليس فقط يمثل بطبيعة الحال حربا كبيرة، ولكن بينما تضغط إلى ذلك سوف تشتعل أيضا الحرب أكثر، وهذا ما لا توده إسرائيل. وما نراه أيضا من إيران وما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي بأن إيران هي تقوم بالعمل على ذلك، وإذا استمرت إسرائيل سوف تصبح هذه الحرب أكثر وطأة. طيب سيد هاني، من يقرأ المشهد يرى بأن هناك مطالب متكررة من قبل واشنطن للجانب الإسرائيلي، ولكن على ما يبدو بأنه لا أذان صاغية في هذا الإطار، سواء كان على صعيد تهدئة المعارك، إيصال المزيد من المساعدات، تدابير أكثر لحماية المدنيين. برأيك هل يمكن أن تأخذ إسرائيل بالاعتبار هذه المطالب هذه المرة مع هذه الزيارة لبلينكين، مع أن يعني على ما يبدو بأن هناك استباق لهذه الزيارة من قبل بنيامين نتنياهو عندما قال بأن هذه الحرب ستستمر حتى الانتصار؟ اسمحي لي قبل الإجابة على السؤال أن أقدم بعض المعلومات، بما أنني في المنطقة وأتابع الأحداث يوما بيوم وساعة بساعة وأعرف ما يدور فيها، على عكس الضيف الذي ابتعاده يبدو يجعله غير قادر على المتابعة الدقيقة. ما يجري على الأرض هو أن إسرائيل لم تغير يعني من الجرائم والمجازر التي ترتكبها. في كل يوم يسقط أكثر من 150 قتيل فلسطيني ومئات الجرحى. بالأمس دمرت القوات الإسرائيلية مجمع سكني كامل، واحتفل الجنود الإسرائيليين بهذا الإنجاز العظيم. يعني في نفس الوقت تم قتل عدد من الصحفيين، منهم ابن يعني وائل الدحدوح الذي قتلت معظم عائلته في وقت سابق. 109 صحفي أصبح من القتلى في هذه الحرب، الذي يقول ضيفك أنه تسير وفق المعتاد. في نفس الوقت القوات الإسرائيلية تعلن أنها أكملت السيطرة على شمال قطاع غزة، ونلاحظ أن هناك إطلاق صواريخ يتم على تل أبيب من شمال قطاع غزة التي هي منطقة مسيطر عليها حسب قول الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من ذلك، هو لما سأل الصحفيون لماذا تطلق الصواريخ وتنفذ العمليات، قال لأن هناك أفراد ومجموعات لا زالوا موجودين، وأن هذه العمليات ستستمر وإطلاق الصواريخ سيستمر، وهذا يناقض ما قاله في البداية بشكل كبير. أيضا على الجبهة اللبنانية مثل ما قلت حضرتك، الذي يريد التصعيد هو الحكومة الإسرائيلية، كما يقول نتنياهو بعظمة لسانه، وكما يقول وزير الحرب جالنت بعظمة لسانه، ورئيس الأركان، وهم الذين يهددون ويتوعدون ويضعون يعني فترة زمنية إذا لم يتم التوصل فيها إلى حل دبلوماسي سيقومون بشن حرب شعواء على لبنان. أيضا أصلا تسربت الوسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية، أهمها وول ستريت جورنال، يعني بأن القوات الإسرائيلية كانت ستشن حرب استباقية على لبنان في اليوم الرابع للحرب، وأن بايدن هو الذي قام بمنع يعني هذه الحرب.
أما بالنسبة لسؤالك، الإدارة الأمريكية تختلف في بعض التكتيكات مع الحكومة الإسرائيلية، وهذه الخلافات مستمرة وفي بعض الأحيان تظهر إلى العلن. وأبرز هذه الخلافات عندما قال وزير الدفاع الأمريكي أوستن بأن هذه القوة العمياء التي تستخدمها إسرائيل في هذه الحرب يمكن أن تحقق إنجازات تكتيكية ولكنها ستؤدي إلى هزيمة استراتيجية. الولايات المتحدة تختلف حول بعض التكتيكات وتختلف بشكل أكبر حول بالتالي الأمور ستسير كما هي الآن. سيد هاني، أفهم منك ولن يكون هناك أي تغيير جذري. نعم، حتى الآن لم تلجأ الإدارة الأمريكية للضغط، تقدم نصائح تختلف ولكن لم تلجأ للضغط. صدقيني عندما نلاحظ أن الإدارة الأمريكية بدأت تضغط على إسرائيل، عندها سيبدأ العد العكسي لهذه الحرب. دعني أتطرق معك سريعا أيضا سيد هاني إلى هذه النقطة، لاستطلاع الرأي العام الإسرائيلي الذي أشار بأن هناك تراجع شعبية نتنياهو مقابل زيادة شعبية بني غانس لتولي رئاسة الحكومة. هل فعلا يمكن أن تذهب الأمور هنا إلى انتخابات في ظل استطلاع هذا الرأي سيد هاني؟ هل هذا وارد؟ هل سيسمح به بنيامين نتنياهو؟ وهل هذا السيناريو هو الأنسب اليوم حتى بالنسبة للولايات المتحدة برأيك؟ لاحظي أنه المنسوب الاستطلاعات ثابت، يعني ولا مرة تتحسن شعبية نتنياهو وحكومته، دائما هناك تراجع وهناك زيادة في معظم الأحيان في شعبية غانتس والأحزاب الأخرى، لدرجة أنه إذا جرت انتخابات يعني الآن سيسقط الائتلاف الحاكم سقوطا مدويا، ولن يتمكن ليس فقط من تشكيل حكومة ولن يكون قادرا على التأثير على تشكيل حكومة، يعني سيستطيع غانتس أن يشكلها بكل سهولة. أما كيف يمكن أن نصل إلى هذا الأمر؟ يعني يمكن أن نصل إليه إذا كان هناك أغلبية في الكنيسة تطالب باللجوء إلى انتخابات مبكرة وتسقط وتسحب الثقة عن الحكومة. حتى الآن الأغلبية لا تزال لصالح الحكومة الحالية. إذا قام بعض أعضاء الكنيسة بالتمرد على الائتلاف الحاكم، إذا قام بعض أعضاء الليكود بالتمرد على الائتلاف الحاكم، يمكن أن نذهب إلى انتخابات، بدون ذلك لا يمكن. أو إذا قام هناك تحرك شعبي ضخم، يعني صار مليون متظاهر في الشوارع، وأعتقد في ظل الحرب هذا صعب. ولكن هذا ما يفسر أيضا لماذا يريد نتنياهو وحكومته استمرار الحرب، لأنهم يعرفون أن وقف الحرب يعني التحقيق والمساءلة، وبالتالي مصيرهم السياسي سيكون على المحك ويمكن أن تكون محاسبتهم أكبر من ذلك. لذلك هم أسيرين لمصالحهم الشخصية، ليس فقط مصالح إسرائيل التي تحركهم، بل كما يقول الكثير من الإسرائيليين وليس أنا لوحدي، أن ما يحرك هذه الحكومة أكثر من أي شيء آخر هو مصلحتهم بالبقاء السياسي، مصلحتهم بتجنب المساءلة، مصلحتهم بعدم الذهاب إلى انتخابات نتائجها باتت معروفة. لذلك من الصعب أن يكون ذلك، ولكن إذا استمر هذا التعنت وهذا التغليب للمصالح الشخصية، أعتقد أن النقمة والمطالبة بإجراء الانتخابات وأكثر من ذلك المطالبة باستقالة نتنياهو تزداد مع كل يوم جديد. سيد جوناثان، يعني استمرار هذا الائتلاف الحكومي، استمرار بنيامين نتنياهو في منصبه، لأي مدى هذا يتماشى ربما مع الرؤية الأمريكية، أخذا بالاعتبار بأنه تابعنا من قبل كانت هناك تصريحات أمريكية تظهر عدم الرضا من بعض تصريحات مكونات هذا الائتلاف الحكومي، أتحدث هنا عن اليمين المتطرف. وبالتالي عندما نتابع استطلاعات الرأي هذه والتي تبين تراجع شعبية نتنياهو مقابل زيادة شعبية بني غانتس، لأي مدى يعني هذا السيناريو أيضا قد ربما يتماشى مع الرؤية الأمريكية؟ في البداية السياسة في هذه الأيام ليست كما كانت في السابق، وبينما نتحدث عن هذا الجانب، بينما كان يتحدث ضيفك، أنا بالفعل أقدر ما تحدث عنه وعن تعليقاته عما تحدثت به، ولكن ما رأيناه من الوول ستريت وأيضا ما نراه من وسائل الإعلام، لا يمكننا أن نثق في الاستخبارات بأن تتحدث عن ذلك بطريقة عامة
وعما يحدث هناك خاصة في الولايات المتحدة وفي التغطية الإعلامية في الولايات المتحدة عندما يتم العمل عليها من الصعب جدا معرفة ما هو الصحيح وما هو الخطأ وفي أي وقت يمكن أن يحدث. يمكن أن يكون هناك بالفعل الطريقة الصعبة لمعرفة الحقيقة ومعرفة الشيء الخاطئ وما نراه أيضا بين نتنياهو وفي الانتخابات وأيضا في الجولة القادمة منها. من الصعب جدا معرفة ذلك ومن الصعب جدا رؤية وتوقع ما الذي يمكن أن يحدث في هذه الانتخابات. ونتنياهو الآن في هذا الموقع هناك الأشخاص يدركوا بأن هناك الأشخاص الذين في إسرائيل هم لا يهتمون بالطموح في الذهاب إلى أي مكان وهم راضون عما يحدث الآن، ولكن ما إذا استمرت إسرائيل في هذه الحرب سوف يكون هناك بعض الأسئلة وبعض أيضا المساءلات للتكتيكات والاستراتيجيات الخاصة بنتنياهو، وهذا لأن منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤثر ويمكن أن تقوم بأحداث المشاكل الكبيرة. وأيضا السياسيين في هذا العالم يقومون باتخاذ قراراتهم بناء على الرأي العام، وكذلك يمكن أن يكون ذلك مؤثرا للضرر الكبير والأثر الكبير. ومثل نتنياهو أو في أي دولة أخرى هناك الدعم الذي سوف يساعده في الاستكمال في قيادته، وأعلم بأن هذا الواقع يتعلق بالتكتيكات في هذه الحرب. ربما يكون ذلك شيء صعب للاهتمام به وأيضا لإيجاد هذه التكتيكات والاستراتيجيات والعمل والقيام أيضا بتحقيق هذه الاستراتيجيات، بينما هناك من يعملون في هذه المواقف الآزمة مثل ذلك. سيد هاني في نصف دقيقة لو تسمح لي، الآن مع دخول واشنطن على ما يبدو مرة أخرى على خط مساعي للتوصل إلى هدن أو هدنة على الأقل، هل سنشهد ربما فعليا التوصل إلى نوع من أي هدنة في المستقبل القريب؟ أعتقد من الصعوبة بمكان التوصل إلى هدنة، وذلك لأن المقاومة احتجاجا على اغتيال صالح العاروري قامت بتعليق المفاوضات، وأيضا حتى قبل اغتيال صالح العاروري الهوة كبيرة بين الموقف الإسرائيلي والموقف الفلسطيني. من جهة الموقف الفلسطيني يريد وقف إطلاق نار شامل ويريد اتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية ويريد رفع الحصار عن قطاع غزة وتبييض كامل للسجون الإسرائيلية. طبعا يمكن أن يوافق على أن يتم ذلك على مراحل، ولكن ضمن صفقة يعني متكاملة متفق عليها. وإسرائيل تريد مجرد يعني إطلاق سراح 40 يعني أسير وأسيرة إسرائيلية من الأطفال والنساء والمدنيين وكبار السن ومقابل عدد من الفلسطينيين. إذن الهوة لا تزال كبيرة بحاجة إلى مفاوضات شاقة وربما طويلة للتوصل إلى صفقة أخرى. شكرا لك سيد هاني المصري مدير مركز مسارات لأبحاث السياسات، كنت معنا من رام الله. والشكر موصول أيضا لضيفنا من نيويورك الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية جوناثان جيليام.